عاد هون عاد جمل هيك عاد بتركك عشر دقايق بقول لك كفي دوفار الانشا شو نازل تعمل على الطريق خلصت دوفار ونزلت اوكي كيف خلصت دوفار بيبو كيف اكتب بصفحتين ماذا فعلت نهار الاحد من 3 ل 6 بعد الدور الصفحه بيضة جامد الاحد مش كنت ساخن معي حراره اعطيتيني دواء ونمت ايه صعب حظي حلو الموضوع وحده كنت نايم شو بخترع من عنده وبكذب اني نايم شو بحط شخير من وقت الى اخر بس بدك تعيط لسه علي شو مره تشوفيني بس اطلع الاول انت بتطلع الاول؟ مه؟ ايه ايه متى بيبو؟ كل يوم بس بدي اجي راس المدرسة انا بطلع الاول ومن الصف بس ما حدا بقدر خلصني بقى خلصني بقى حطينك باحلى مدارس انا وبيك دم قلبنا عم نحط فوقنا وتحتنا وانت اخذ لك عقلك طق الحنك حشت ربحيني جميله انتو بقدرني شو؟ انتو بدكم المدرسة انا ما بديها تبعتوني جيب علامات شو انا حصان بالسبع جيب لنا علامات بدي علامات انت علمتيني ما كذب مش هكذب على الاستاذ مش هكذب نانو حبيبي شو صاير صاحب مبدا بيبو انا ما برضى انك تكذب ما تكتب مامي شو صار معك من 3 ل 6 اكتب شو صار من 12 ل 3 تفضل فينا هيك؟ طبعا وانا بقول له للاستاذ انك كنت ساخن ومريض يلا من 12 ل 3 ما كنت نايم 12 ل 3 رح اكتب له اكسكيوز اكسكيوز بلكي نسيتي عذرا نتن لا فاز بسبب الحرارة مرتفعة والنوم سننقل الموضوع من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة 12 ظهرا وشكرا بيبو فاز أسرع سريع مام بعد أسرع أسرع من إيه؟ إيه؟ عذرا نهيك بك يا بيبو شو كمبيوتر؟ صلب الموضوع لا مقدم مقدم كم اكره نار احد بيبو ويا ويلي كم اشمئز من بعد ظهري وعند حلول الصلاة بيبو هاي لما ما شو هالحياه كله ليه بتكره هيك نهار الاحد شو عاملي مني اصلا شو فرقالي معي شو بيقربك نهار الاحد شو عم تدافع عني ولي قلبي ليش مين بيحب نهار الاحد؟ ولي قلبي ليه بتكره نهار الاحد ليه؟ لانه تاني يوم المدرسة ورجع يا حصار واجيب علامات توبر قلبي انت شو بدك بتاني يوم؟ ما تفكر فيه لتاني يوم احكيها على الاحد قد ايه حلو يي والله اذا واحد محكوم اعدام التنين بينبسط الاحد شو انا هبيل؟ ولك اخ الك عين تحكي؟ الك عين تحكي جايب دوع على المات فا؟ لا جايب دو وقت راسك كمان دو بالشهر بس المدرسة 10 اشهر دو فادي اسمع تعنيف ما ايه تعنيف كنت العب في الخارج وحيدا كالعادة ثم شعرت بزحمة انزحام مام نعم رح في أربعة سطر برجع بكمل بشرف ولا سطر اكتبهم ورا بعض مثل ما عم بقول لك بليز مضطر ما تحكي لي بشرف أف أربعة سطر بكمل بشرف بيبو ماما ليه بدك تقف أربعة سطر ليه؟ بتحط ولد شو بحط له للأستاذ لك يا قلبي شو قصتك عايزة؟ إيه عايزة أنا عم بقول شو بحط له خلعة البنطال سدلت الحمامة شو بحط؟ لي يي يو بيبو شو هالحكي؟ عيب أنا بقول يا مامي هاي بقفي يا ماما يا مامي يا قلبي هيدا موضوع إنشا ما بنفوت بهيك تفاصيل ما بعرف شو بدك تكتب للأستاذ مش شغلتي اكتب له اكتب له اكتب له إنه اتغديت أنا وياك بوبا نهار الأحد اكتب خلصني ماما طبخت أكل كثير طيب خبر شو أكل أكل كثير طيب من وقت ما فلت لا تأثر لأنك الأكل ما بيتاكل عفي بيبو هيك عم تحكي عن طبخات ماما؟ لا طبخات ماما عم يحكوا عنا صراحة لا. ما تزعلي عندها نفس عندها نفس على الاكل نفس ما بتجيب سيره الطعام سامع شو عم بقول لك بكسره للقلم ما بتفتح سيره الطعام ما بتكتب شو صار معك من 12 ل 3 اكتب شو صار من 9 ل 12 شو قصدك تصير دفار قبل بالنهار شو فراني معك انت اكتب الدفار مثل ما عم بقول لك 9 ل 12 يلا بدها تسقطني وحية الله بدها تسقطني في تمام الساعة 9 فاسلي
ونقطة فاسك بيلعبوا الفصلتين مع بعض حرام يا بيبو بكل الموضوع ولا فاصلة. ما انت فاصلة اليوم بعدي. وانت جلدك عم يرعك. لا صراحة ما بيني شي مرتاح. كنت العب في غرفتي وحيدا على خير عادة. وحيدا هزيلا رضيعا. لا بيبو انا بنعد رضيع ما اربع خمس ربطات خبز بتهرشهم يوميا من البراد منك رضيع ابدا. رضيع العربي شو؟ طيب اذا باكل خبز شو بسموني خبيز؟ بيبو طيب عم بسال. ثم فتحت باب كوريدوري فيا ويلا مام. نعم صراحة ما في شو عملت من اتصالات 12. عاد اكتب شو عملت من اتصالات 12. عاد اكتب شو عملت من اتصالات 12 خلص فيها. ما في شو عملت من اتصالات 12. بيبو ليه ما فيك تقول شو عملت من اتصالات 12؟ ما في. ولك يا ماما ولك يا قلبي يا عمري شو كنت عم تعمل من 9 ل 12 اكتبها. انت شو كنت عم تعمل من 9 ل 12؟ مين انتو؟ انت وبابا. يه بيبو انت وين كنت من 9 ل 12؟ بالكوريدوري. ماما أي كوريدوري؟ أي كوريدوري؟ كوريدور الأوض. سمعت شي؟ شو سمعت؟ شفت. شو شفت؟ لا ما شفت سمعت. شو سمعت؟ شو سمعت؟ سمعتك عم تقولي لا شو بيك مش هيك زيح شوي أي عمالك زيح أي أسرع خلص شو بيك زيح عمالك أي أي شو بيك أسرع مش هيك خلص خلص أنت على شو عاملة مني قصة؟ بابا كان عارف إني بالكوريدور وكان عارف إني مش رح فوت. كيف كان عارف إنك مش رح تفوت؟ سمعته عم بيقول لي مش رح يفوت مش رح يفوت. قلت له انت بايا بفوت بايا بفوت انا ما بدي فوت. تعال هون انا شو بفوت عمي انا بدي ربيك. تعال هون شو عملت؟ تعال هون شو عملت؟ تعال هون شو عملت؟ شو عملت؟